بيقابلها حلول. حلول هو الحقيقة يعني في حلول للموضوع. علشان مزارع الموز يستمر في الظروف ديت في ارتفاع الأسعار لازم نزود التنافسية بتاعة زراعة الموز. دي في رأيي ممكن تتعمل بسهولة. إزاي؟ عن طريق خفض التكاليف. نخفض التكاليف وهنقول إزاي؟ يعني أرجو لمزارع الموز، لأن زراعة الموز مش زي أي زراعة. في مزارع موز مهما كانت الظروف هيزرع موز، يعني هيزرع موز. الموز ده حاجة بتجري في دمه يعني. فمزارع الموز يعني إيه يركز معاه في الكلام اللي هنقوله. إزاي نخفض تكاليف الشغل، تكاليف الإنتاج وتكاليف الزراعة، وفي نفس الوقت نحافظ على الإنتاجية أو نزودها أو نعلي الجودة. ده هيبقى يعني إيه من خلال الآتي. أولاً الممارسات اللي كانت تنفع زمان مش هتنفع في المرحله دي. يعني زمان كنا لو اداء العمليات الزراعيه والميه مالحه شويه، الارض مش عارف منخفضه شويه، شغلي نسبه كفاءته 75% بلاقي ربح في الاخر. ليه؟ لان التكاليف منخفضه. اما الكلام ده مش هينفع دلوقتي. فدلوقتي عشان اواجه الظروف الراهنه ممكن اتصرف ازاي؟ اولا اختار تربه تساعدني. اختار تربه تساعدني. بمعنى تساعدني ازاي؟ بمعنى ايه؟ ما تحتاجش مني تكاليف كتير. يعني انا في رايي المتواضع نبعد عن الاراضي الرمليه. الاول كنا بنزرع الاراضي الرمليه، ونبعد عن الاراضي القديمه، الاراضي السمراء بتاعتنا القديمه. تمام. دلوقتي انا شايف ان ايه يعني مش مناسبه زراعتهم دلوقتي. ليه؟ الاراضي الرمليه طبعا السعه التبادليه بتاعتها منخفضه، بتحتاج كميات ميه كبيره، بتحتاج عشان ازرع فيها موز ماده عضويه كتير، كميات كبيره، فهتاخد مني تكاليف اكتر. فبلاش منها، نسيبها للاشجار التانية المناسبه لايه للشغل بتاعها. بلاش منها. انا كمزارع موز دي هتجهدني، هتاخد مني اسمده كتير، ميه كتير، بلاش ماده عضويه كتير، بلاش من الايه من النوعيه دي من التربه. والارض السمراء برضو القديمه بلاش برضو ايه نزرع فيها، لان اولا هي انتاجيتها عاليه جدا من المحاصيل التقليديه، القمح والذره والحاجات دي. دي اولى يعني. اولا دي اولى، هتوفر لنا العمله الصعبه بدل ما اللي هنقل في انتاجه هنستورده. لا، يبقى خلي ديت انتاجيتها عاليه من المحاصيل الاستراتيجيه، خليها للمحاصيل. في نفس الوقت عمر الارض السمراء ما هتديني انتاج موز فاخر، لانها اصلا بتبقى تقيله، يعني قوامها ثقيل، يعني صرفها مش عالي. الموز ما بيحبش الارض دي. فالموز مزارع الموز مهما تعمل في الارض السمراء، وانا يعني مزارع الموز فهمني، لما اقول ارض السمراء يعني الارض القديمه غير طرح النهر، دي حاجه ودي حاجه. فبلاش لا نزرع الموز في الارض السمراء ذات الانتاجيه العاليه من المحاصيل الاستراتيجيه، ولا الاراضي الرمليه اللي هتستهلك اسمده كتير وماده عضويه كتير وميه كتير. نزرع فين؟ في الاراضي مثلا الصفراء الخفيفه اللي قوامها ثقيل او طرح النهر. النوعيتين دول الساعة التبادلية الكتونية بتاعتهم عالية، قوامهم متوسط كويس، مش ما بيحتاجوش مية كتير، ما بيحتاجوش مادة عضوية كتير، ما مش هيحتاجوا تسميد بمعدلات عالية. فده معنى ان اختار تربة تساعدني في المرحلة دي. ده كله هنعكس على ايه؟ خفض نسبي في تكاليف الانتاج. جميل. طيب ده بداية من اختيار التربة نفسها. تمام. بعد كده ببدأ اعد التربة. طبعا اعداد التربه والحاجات ديت يعني الحفر وابعاد الزراعه والعمليات دي طبعا المزارعين عارفينها، مفيش داعي نسهب فيها يعني ونضغطنا فيها. ولكن فلسفه اختيار التربه اللي انا قلتها دي مهمه. يعني ايه؟ احنا عايزين بنتكلم في فلسفه الشغل اللي ينجح المزارع ويجد في الاخر ربح ويبقى الموضوع مرضي بالنسبه له. فموضوع التربه ده مهم جدا. انصحهم واؤكد بلاش الارض السمراء الثقيله ولا الارض الرمليه، خلينا في النوعين اللي قلنا عليهم.